ويلكم يوتيوب ورجعنا لكم بتحدي جديد. تحدي النهارده هيبقى تحدي عباره عن هنسقط كوره هنا، تمام؟ تحدي تسقيط الكوره، هنجيب الكوره دي ونسقطها. هنبعد هناك، لحد هناك كده. هنبعد الكوره دي في السله دي. وهنا هنسقطها في السله دي. تمام؟ وهيبقى معانا في التحدي انا واختي حبيبه واخويا انس. زي ما انتم شايفين احنا هنا كاتبين حبيبه هتلعب خمس كور، كل واحد فيهم هيلعب خمس كور والاكتر هو الفائز. والعقاب هنقوله لكم اخر التحدي لما نخلص التحدي ونشوف يا ترى مين اللي كسب ومين اللي خسر. حبيبه دلوقتي هي اللي هتلعب وهتنشن هنا، هتلعب خمس مرات. ويلا يا حبيبه يلا نبدا. طبعا احنا هنا هنعمل صح، حبيبه جابت اول واحده. يلا يا حبيبه الضربه الثانيه، حبيبه هتلعب الضربه الثانيه اما نشوف. ايه يا جدعان، ويلا يا حبيبه الضربه الثالثه، حبيبه باقي لها ثلاث ضربات، دي الضربه الثالثه اما نشوف حبيبه هتجيبها ولا ايه. يلا يلا. للاسف حبيبه ما جابتش الضربه الثالثه، غلط. يلا يلا حبيبه الضربه اللي بعدها، ودي دي الضربه، دي الضربه الرابعه. يلا حبيبه ايه ده، دي غلط. دي طبعا الضربه الخامسه واخر ضربه لحبيبه. يلا حبيبه حبيبه يلا يلا. اوبا لحبيبه، لكن حبيبه جابت كده، حبيبه كده جابت اتنين بس. وقشطه حبيبه، عاش حبيبه حبيبه. ودلوقتي دور اخويا انس، وادي انس هيلعب الضربه الاولى. انس بيحاول بيفكر يعملها ازاي. يلا يلا يا انس يلا. يا حول الله. اول واحده يا جدعان ما جاتش، غلط. يلا يلا الضربه الثانيه يا انس، الضربه الثانيه الضربه الثانيه الضربه الثانيه. ماله ده في ايه؟ هتخلص الضربة التانية. اوه في العرض يا جدعان، دلوقتي احنا في الضربة التالتة لأنس. يلا يا أنس الضربة التالتة، عايش انت تقدر. اما نشوف اما نشوف أنس الضربة التالتة يا جدعان. اوه يا ابني الرابعة لأنس، وأنس فاضل له ضربتين يا جدعان. أما نشوف في إيه اللي هيحصل، التحدي قوي جدا. أما لما أنا أدخل أعمل إيه؟ يلا أنس الضربة الرابعة. أوه ياه، هنعمل عليه غلط. طبعا هنا أنس بيفكر وبيحاول يظبط الضربة الأخيرة. الضربة الأخيرة أنس تقدر تقدر، وهتبقى تعادل. لو دي جت هتبقى تعادل انت وحبيبه. اما نشوف بقى ايه اللي هيحصل. عايش يلا يلا يا انس. يا ولد الله، اتنين اتنين صح كده على انس. بعد ما كورتين جم صح حبيبه دخلتهم في الباسكت، وكورتين جم صح برضك انس دخلهم في الباسكت. ودلوقتي عليا الدور، ونبدا دلوقتي يا شباب. بلال هيلعب اول جوله ليه. تاني واحدة غلط، تالتة غلط، باقي لي ضربتين بس. حلو اللي جبت الأولى. ولو كلنا متعادلين كل واحد هيلعب واحدة صح. إذا حصل مشاكل وكلنا تعادلنا وحصل مشكلة، باقي لي ضربتين بس. تمام تمام. ضربة رابعة. أيوه رابعة غلط.
لا وموجه هنلعب انا وحبيبه واحده. أيوة. لان احنا متعادلين لازم اتنين يا جدعان، لازم اتنين يخسروا وواحد بس اللي يكسب. تمام. والواحد ده ممكن هو اللي ما ينفعش هو اللي هيشيل التعادل الاثنين اللي خسر. بلال كده خسر، طلع بره، طلع بره التحدي كده خلاص كده. دلوقتي انا خسرت وطلعت بره التحدي للاسف، لكن دلوقتي في اتنين معانا في التحدي، انس وحبيبه. انس وحبيبه هم كل واحد فيهم جاب كورتين صح ودخل جوه الباسكت، ودلوقتي هيصفوا كل واحد هيلعب، كل واحد هيلعب كوره واحده، واحد فيهم بس لازم هو اللي يكسب. ودلوقتي طبعا لازم حد فيهم يكسب عشان هيطبق علينا العقاب، ولسه ما نعرفش على حسب اللي يكسب هو اللي هيقول العقاب للاثنين الخسرانين. هتلعب الضربة الأخيرة، بتصف دلوقتي مع أنس. يلا يلا يا حبيبة، ويلا يا حبيبة دلوقتي يا حبيبة هتلعب الضربة يعتبر الأخيرة، يا ترى حبيبة ولا أنس اللي هيفوزوا؟ يلا يا حبيبة. للأسف يا لهوي في العارضة، مش ممكن. كوسة يلا يا انس. الحمد لله جت يا جدعان. انا مش مصدق عينيا. طبعا هنا حبيبه خسرت، انا سوى اللي نفذ علينا العقاب. اوه شوف فرحه، يخرب بيت دي فرحه يا جدعان. ايه ده ماله، ده في ايه؟ ده ايه ده، في ايه ماله ده؟ حتى جوه وبعد وقت تفكير كتير جدا لقيت عقاب لبلال وعقاب لحبيبه. العقاب لبلال جاهز بقى؟ العقاب جاهز يا عم. في هتنزل بعد التعب ده كله، هتنزل 10 دخلت عادي. يا عم انزل 10 مش حوار، يعني هنزل 10 دخلت كده. انزل 10 دخلت. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بلال كده نفذ العقاب عادي. يا عم انزل 10 مش حوار، يعني هنزل 10 دخلت. ودلوقتي وفكرت العقاب لحبيبه حاجه هي كل يوم بتتفرج عليها، بتقعد عليها قناه سي ان بالعربيه الكرتونيه. العقاب اللي احنا هنحذف لها القناه دي من التلفزيون اساسا حاجه هي كل يوم كل يوم قاعد عليها، فهنحذفها لها دلوقتي. يلا بينا. بس خلي بالكم هنحذفها لها لمده، يعني بعد العيد هنجيب لها قناه ثانيه سي ان هي هنحذفها لها. هو ده اللي حبيبه عشان العقاب لازم يتنفذ عليها. ايه حبيبي عن بعض؟ لا لا امسحها لك يا ولد. امسحها يا عم، امسحها. بس كده التحدي خلص. لو عجبك التحدي ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. وبس كده كان معكم ايه بي فيديو. سلام.